نسمع الحديث الأخير في هذا الباب. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالنصف. فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: اجعل لك صلاتي كلها. قلت: اجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. نعم، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في يوم الجمعة وليلة الجمعة. شو عندك مشكلة من أسباب حلها؟ والله لو سمحت يا أبو، فمن أسباب حلها وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكفى همك، كيف بدك ترفع الهم عن نفسك؟ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعين لكي يغفر ذنبك؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.